احد اهم المساهمين اللي تواجدوا معانا بصفه ثابته في كل تقريبا زياده راس المال اللي احنا عملناها. وحقيقه الامر احنا فخور بوجوده معانا طول الوقت رغم ان احنا ما تعاونش مع بعض كتير، ما اعرفش ليه، بس يعني ما يمكن حجمنا لسه ما كانش يسمح بالتعامل معاه. وانا كنت بعتز بوجوده معانا، وكلنا تربينا على اعلاناته، يعني كلنا كان مرحله ما قبل طارق نور في الاعلانات مرحله، ومرحله ما بعد طارق نور في الاعلانات مرحله تانية. وانا فاكر وانا صغير كانت اهم حاجه بالنسبه لنا الطفره اللي عملها الاستاذ طارق نور في مجال الاعلانات، وانا بحبه على المستوى الشخصي كمان لاسباب يمكن هو ما يعرفهاش، ان هو راجل مزيكاتي قديم وانا كنت مزيكاتي قديم، فانا بحب الناس اللي بتلعب مزيكا. استاذ طارق نور هو احد المساهمين القدامى في الجرنان والمؤسسين الاوائل لهذا الجرنان. اتفضل. We'll be right back.